سلام الله عليكم مشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. عام سعيد فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام نتمناه سعيدا وجميلا ورائعا، وعاما حرا لكل أحرار الجزائر، لكل الجزائريين الذين وقفوا وقفة رجل واحد وهبوا هبة عن بكرة أبيهم من أجل جزائر جديدة، جزائر الحق، جزائر دولة القانون، الجزائر التي كانت قد عاشت عام 2019 وهي شامخة، شامخة بشعبها الذي رفض التطبيع مع كل ما يتعلق بالنظام الغاشم الغادر المانع للحرية. الشعب الذي في سنة 2019 أثبت أنه حي وأنه ما يزال حيا وأنه سيبقى حيا وأنه سيعيد صناعة بلده وصناعة تاريخه. في اللمسة الأخيرة لسنة 2019 في الثلاثاء 45 لمسيرة الطلبة، كان أصحاب الحرية، كان هؤلاء الطلبة من دعاة الحرية، من أبطال الديمقراطية، من أبطال الجامعة، يضعون يوم أمس اللمسات الأخيرة من أجل لوحة راقية، لوحة رائعة تصبو إلى جزائر جديدة، إلى جزائر النور، إلى جزائر يصنعها الجزائريون يصنعون منها نظامهم ومستقبلهم. كان الطلبة إذن يوم أمس آخر ما شهدته لوحة الحرية التي انطلقت في 22 من شهر فبراير من سنة 2019. اليوم يوم جديد من عام جديد، الطلبة ينتظرون هذا العام الجديد أيضا ليواصلوا رسم لوحاتهم، رسم بطولاتهم، رسم تلك اللوحات التي
لم ينقطعوا عن رسمها منذ 26 من شهر فبراير، لوحة عن لوحة ويوما عن يوم، يثبت بنات الحرية، بنات الديمقراطية، ويثبت قاطرة الحراك أنهم هم الذين يصنعون جزائر المستقبل. في ثلاثائهم 45 لم يكن الطلبة إلا استكمالا لجمعات الجزائريين، جمعات فيها كل الجزائريين، أطفال صغار كبار، نساء رجال، موظفين بطالين، كلهم 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 صنعوا أمجاد 2019 ويواصلون صناعة أمجاد 2020 بذات القوة وبذات الإصرار. في مثل هذا العام وفي مثل هذا اليوم من العام الجديد لا يسعنا إلا أن نتمنى لكم ساعة حرية، نتمنى لكم عام حرية، يوم حرية، عام جزائر جديدة، جزائر العدل والقانون، جزائر دولة الحق. هذا مشاهدينا ما سنتناوله اليوم. طبعا في ملفاتنا التي سنتناولها اليوم تحديات كثيرة تنتظر الجزائريين، اقتصادية، سياسية، وإقليمية، وداخلية أيضا. في هذا العام سنحاول أن نتحدث عن 2019 وعن الهبة الشعبية التي ميزت هذا العام وعرفت العالم بالجزائريين، الجزائريين السلميين، الجزائريين الذين يقودون ثورة من أرقى وأجمل وأبهى ما صنع العالم من ثورات، بل ربما أرقاها على الإطلاق في سلميتها، في مطالبها، في قوتها وفي قوة ذكائها. هذا العام 2019 إذن شخصيته في العالم كامل، شخصية هذا العام هي الشعب الجزائري باقتراح من الجميع. في العام 2020 هذا البطل الذي قام ببطولة 2019 مطالب ومصر ومبرمج على أنه سيكون البطل في سنة 2020. إذن هذه ملفاتنا اليوم. نسعد بأن يكون معنا من ضيوفنا في بداية هذا العام وفي بداية هذا اليوم الأستاذ رياض بن مسعود، الناشط في المجتمع المدني. أستاذ رياض بن مسعود، مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. السلام عليكم، حياك الله، حيا الله جميع مشاهدي قناة المغاربية الأحرار. الله يحفظك سي رياض بن مسعود، عام سعيد، كل عام وانت بخير، مشكور على أنك معنا. رياض بن مسعود، يوم أمس الثلاثاء 31 من ديسمبر 2019 كان الطلبة يلحقوا باللوحة، اللوحة الرائعة اللي رسمها الشعب الجزائري في 2019، اللمسات الأخيرة لسنة 2019 حتى تبدو اللوحة أكثر وضوحا وتبدو أكثر جمالا في 2020. كيف يقرأ رياض بن مسعود مسيرة الطلبة في 31 من ديسمبر وحضورهم في كل جامعات الوطن؟ نعم، الجمعة الثلاثاء 45 يعني اليوم الطلبة ليخرجوا كل ثلاثاء، وكان يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير من سنة 2019. كان المشهد جد رائع، وكان الوعي السياسي والأخلاقي للطلبة الجزائريين التي سعت من خلالها سلطة الأمر الواقع أن تشوه الجامعة الجزائرية وأن تشوه الطالب الجزائري، وتريد أن تجعل الطالب الجزائري في ركن ضيق لا يتدخل في الشأن السياسي، وإنما يكون متعلق أكثر بالخدمات الجامعية وما إلى ذلك. لأنه البارحة كان المشهد جد رائع، وكان ختامها مسك، ختام سنة 2019 التي كانت سنة مميزة لكل الجزائري، لكل الأحرار الذين خرجوا يوم 22 فبراير. هذا التاريخ الذي سيبقى راسخ في عقول الجزائريين وفي عقول الأحرار عبر العالم، وسيبقى يوم 22 فبراير، الجمعة 22 فبراير من سنة 2019 ذكرى خالدة، وسيدرس هذا اليوم وستدرس هذه الانتفاضة وهذه الثورة المباركة في كل الجامعات. طال الزمان أو قصر سيتمكن الشعب الجزائري من استرداد الجزائر وتعود الجزائر إلى حضن كل الجزائريين. تحية شرف وإجلال وكبرياء لكل الطلبة الجزائريين الذين ما فتئوا أن يخرجوا مع إخوانهم من تحقيق دولة الحق والقانون. طيب ابقى معنا أستاذ رياض بن مسعود، سأعود إليك. يلتحق بنا الصحفي والكاتب سعد بوعقبة. سعد بوعقبة، مرحبا بك، عام سعيد لك ولكل الجزائريين، وكل عام وأنت بخير، شكرا على تلبية دعوتنا.
وأنتم كذلك. الله يبارك فيك. سعد معقبة يوم أمس في الثلاثاء 45 يعني في 31 ديسمبر 2019 رسم الطلبة آخر لوحة جميلة من لوحات 2019 وهما على أبواب أن تكون لوحة متواصلة في 2020. كانت سنة 2019 أستاذ معقبة حافلة بكل الأحداث ولكن بطلها كان الشعب الجزائري. أعطينا بعض النقاط أستاذ سعد، كيف يمكن أن لا نخطئ حينما نقول أنه في سنة 2019 كان البطل الوحيد هو الشعب الجزائري ولا غيره؟ طبعا 2019 كانت بمثابة 1954. نعم. من حيث تألق الشعب الجزائري لأول مرة يخرج بطريقة سلمية ويدير هذا الطرح الذي افتقر إليه العالم العربي من المحيط الخليج، يعني هذه المواقف السياسية الواضحة في الدفع بحقه لبسط نفوذه على مؤسسات الدولة وبناء دولة حديثة. هذه لم تحدث في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج حتى الآن، وأعتقد أنه وضع الأسس لتحقيق هذا الحلم في 2020 إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ سعد بوعقبة، كيف تقرأ الإصرار 45 جمعة، يعني تقريبا سنة كاملة ينقص منها شهر أو ما يزيد، إصرار كبير دون خفوض دون هبوط، مع بالرغم من أنه في الجهة المقابلة هناك كل عمليات الاستيلاء والالتفاف حول هذه الثورة من خلال استعمال السلطة الفعلية لكل ما بيدها ولكل ما تستطيع أن تستعمله من خطط الالتفاف والالتواء المعروفة وغير المعروفة، المشهورة وغير المشهورة. في رأيك هل يعتبر هذا في حد ذاته انتصارا؟ وإذا اعتبرناه انتصارا، ما هي المادة الأولية التي حققت هذا الانتصار؟ هو الحراك هذا أو ثورة الشعب في 22 فبراير تشبه إلى حد ما وقع في 54، لأن الثورة في 54 التف حولها الشعب، وكان كل سنة تمر على الثورة كل ما تكسب مساحات واسعة في الشعب وتقوى، وفي نفس الوقت كان في الطرف الآخر اللي هو المقابل يفقد مساحات ويخسر مواقع. لو كانت تلاحظ باللي الأضرار التي حدثت في السلطة الآن بالنظر إلى الأضرار اللي في الحراك ما لا تكاد تذكر، لأن السلطة وقع فيها ما وقع من حراك أدى إلى أنها الأجنحة في السلطة ولات تأكل بعضها. يعني لو كان نعمل الحساب بلك عدد المسجونين من 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 المفسدين والتعساء في السلطة أكبر من عدد المسجونين من رجال الحركة الحقيقيين. يعني هنا يبين لك باللي القضية ما كانش أن الشعب كان متوحد وكان ما يخافش وكان ما يتعرضش إلى رسالة كبيرة قد ما كانت تتعرض به السلطة في مسارها. يعني جنرالات في الحبس، نعم، رؤساء حكومات في الحبس، رؤساء أحزاب في الحبس، كل الطبقة السياسية التعيسة اللي كانت تاكل مع هذه السلطة وتسرق كلات بعضها. يعني حقيقة الثورة ما وصلت فقط في الحراك، كان يخرج للشارع ويضغط، ولكن الثورة الحقيقية كانت داخل النظام نفسه. والقراءة هذه أستاذ سعد بوعقبة راهي عندها واحد القراءة مخالفة شوية، يعني ما على باليش إذا كان عندك فيها نظرة، أكيد راك سمعتها وأكيد تعلمها باللي هذا الثورة فعلا قوية، ولكن ما دفع إلى سجن جزء من يعني صورة وواجهة الواجهة المدنية لنظام السابق لنظام بوتفليقة هو النية الحسنة والحقيقية لمكافحة الفساد التي توفرت بعد مغادرة بوتفليقة الحكم، وأن
مثل ما قلت الآن، الثورة الشعبية في 22 فبراير وما بعدها لم تكن إلا عاملا مساعدا على هذه النية الحسنة لمكافحة الفساد. أنا أختلف معك في هذه النقطة. أنا أعتقد أن مكافحة الفساد كان بضغط من الشارع وليس بمنا من أجنحة السلطة، والدليل أن الآن بعد الانتخابات المتروكية اللي تمت الآن راها عناصر الرداء أو الفساد راح تتموقع من جديد في أجهزة الدولة. يعني لو كان نضرب لك مثلا الآن هذا محمد السعيد اللي عاود رجع لرئاسة الجمهورية هو نموذج للرداء والتحجر الموجود في السلطة من زمان. يعني هذا أنا نعرفه في 1968 كان ضبط انقلاب تاع 19 جوان، كان مع انقلاب تاع 19 جوان وكان يدير يفرطش على كان ضد الطلاب الاتحاد الوطني للطلبه الجزائريين في الوقت ذاك فرع الجزائر كوميتي سيكسيون دالجي تاع الاتحاد الوطني للطلبه الجزائري اللي كان مضاد للانقلاب وكان يدير تقارير بزملائه وهو واحد من الخمسه اللي شكلوا ما يسمى بالمياه موفمون دي جيتيديا انجاجي في طيب. ذلك الوقت وكان يشكم بالناس للسلطه داخل الجامعه. هذا مختص بالفرطشة او كنا نسموه فرطشة، هو واحد من خمسه اللي نصبوهم في 68 يعني نعم. استاذ سعد بوعقبه، استاذ سعد بوعقبه، لنتحدث في هذا الموضوع رجاء ابقى معي لأن الامر يتعلق بسياسه كامله وليس بشخص. ربما باش ما نشخصنش الامور وما نقولوش باللي سعد بوعقبه يتحدث عن شخص في حد ذاته وبصفاته، حبينا نقولوا باللي الاستاذ سعد بوعقبه الكاتب والصحفي راح يتكلم على برنامج كامل لاصلاح المنظومه الاعلاميه في الجزائر. وطبعا من ادرى من سعد بوعقبه للحديث على المنظومة الإعلامية وتاريخها في الجزائر. ابقى معنا رجاء الأستاذ سعد بوعقبه، سأعود إليك في هذا الملف. الأستاذ رياض بن مسعود، كيف قرأت الزخم الطلابي في اللمسة الأخيرة لسنة 2019 وكيفية هذه المواصلة والقوة؟ نعم، هو أنه الإرادة القوية التي يتمتع بها الشعب الجزائري عامة والطلبة بشكل خاص من أجل استكمال مسار ثورة 22 فبراير. هذه الثورة التي ما زالت تصر على تحقيق جميع مطالبها الشرعية والمتمثلة أولا في تحوقع، ولا بد كذلك الشعب الجزائري يأمر أنه بقايا سلطة نظام بوتفليقة والرجوع البائسة التي كانت السبب الأول والأخير في انهيار الدولة الجزائرية أن تنسحب من الساحة. ما نراه الآن من ممارسات لسلطة الأمر الواقع وإعادة رسكلة النظام وإعادة بعث النظام بوجوه جديدة بائسة لا تحظى بأي إجماع عند الشعب الجزائري. كذلك الشعب الجزائري يصر على تحرر القضاء وتحرر الإعلام ويطالب بالحرية لكل سجناء السياسيين بداية من 92 إلى يومنا هذا. لابد لسلطة الأمر الواقع والفاعلين والنخبة أن يتفقوا على أنه الحل لن يكون بهذه البساطة لأنه الجرح غائر والجرح غامق جدا. لابد من معالجة كل المشاكل بداية بالانقلاب العسكري لسنة 92 إلى يومنا هذا. لذلك أقول أنه الطلبة والمجتمع الجزائري بصفة عامة ما زال يصر وما زالت لديه القوة وما زالت لديه كل الأوراق طبعا بكل سلمية من أجل تحقيق مطالب الشرعية. لا مجال للحديث عن أي شيء آخر إلا تحقيق مطالب الشعب الجزائري وهو بالذهاب بالجزائر إلى بر الأمان وتحقيق الجماهير الغفيرة التي تنزل بالملايين لساحات من أجل تحقيق دولة الحق والقانون. من هذا طيب. المنبر تحية حارة لأستاذنا بوعقبة، تحية خالصة مني ومن أبناء مدينة عنبة الذين يمكنون له كل الاحترام وكل التقدير. الله يبارك فيك رياض بن مسعود، ابقى معنا رجاء. يلتحق بنا الصحفي محمد العربي مسلتي. محمد العربي مسلتي، مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا، عامك سعيد ومليء بالخيرات. شكرا جزيلا لك على هذه الدعوة وعام سعيد إليك ولجميع الفريق العمل معك وللشعب الجزائري كافة. الله يبارك فيك. أستاذ محمد العربي،
كلنا كجزائريين نتكلموا اليوم على هبة، على ثورة شعبية سلمية أبهرت العالم فعلا، وكانت نقطة فاصلة في تاريخ ربما القرن 21 في جميع الدول العالمية، من 22 فيفري حتى 31 ديسمبر أسبوعيا ثلاث أو أربع مسيرات كبرى كل أسبوع، نحن ربما نحسب منها غير الثلاث والجمعة، ولكن في الحقيقة كان تقريبا كل الأيام الأسبوع خصوصا في الأيام الأخيرة حاضر فيها الشعب وبأعداد مهولة. في رأيك هذا كل هذا الزخم وكل هذه الثورة، ما هي أهم صفة تطلق عليها، ما هو أهم ميزة، ما هي أهم ميزة ميزتها خلال هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شوف، هذه الثورة يعني ثورة أبهرت حقيقة العالم كما قلت، هذه الثورة أبهرت العالم بالسلمية التي انتهجتها، بالموضوعية كذلك التي انتهجتها، رغم أن هذه الثورة لم يكن لها استراتيجية سياسية واضحة، لم تكن لها هناك قيادات يعني واضحة أو قائد واحد يعني يرسم الطريق للحراك أو للثورة الشعبية، إلى أن الشعب الجزائري إيمانه الراسخ بالتغيير، إيمانه الراسخ بأن حان الوقت الذي يجب أن يكون هو صاحب الكلمة الوحيدة، حان الوقت الذي يجب أن يتخذ فيه قراره أنه هو السيد في هذه البلاد، ألزم الجميع على السماع لهذا الصوت، وخصوصا في الأيام الأولى أين ذهب نظام بوتفليقة، أين رغم أنه شوف هناك يعني من يقول بأن هناك صراعات بين جهة قيادة الأركان وجهة الرئاسة، إلى أن الفاصل كان الشعب، لأنه حتى الجيش وقيادة الأركان آنذاك لم تكن لها القوة أو لم تكن لها جرأة حتى لاتخاذ مثل هذه القرارات. الشعب هو السيد، الشعب هو من تكون له الكلمة الأولى والأخيرة، وهنا أيقن يعني عندما الشعب الجزائري أيقن بأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة يعني اتخذ هذا القرار ولم وخرج إلى الشارع ولم يعد إليه، يعني أنت كما قلت يعني من 22 فبراير إلى يومنا هذا وإلى غدا أو بعد غد إن شاء الله الجمعة سوف يبقى في الشارع، يعني هذا أمر مفروغ منه إلى غاية تحقيق جميع مطالبه، وهو يعني مطالب جد مشروعة ومطالب عقلانية، يعني الشعب الجزائري لم يطلب القمر، الشعب الجزائري طلب أن يعيش سيدا في وطنه، يطلب دولة القانون، يطلب دولة الحق، يطلب دولة المساواة. عندما يقف مواطن عادي مع مسؤول أمام القضاء يأخذ المواطن العادي حقه إن كان له حق، هذا ما يطلبه، يعني أمور بسيطة جدا، الانتقال الديمقراطي السليم، دولة الحق، دولة المساواة، هذه أمور يعني مفروغ منها، وشعب الجزائري عقلاني يحد الساعة في مطالبه. طيب ابقى معنا الأستاذ محمد العربي مسلتي، سأعود إليك. أستاذ سعد أبو عقبة، كان فيه من جهة حراك شعبي ضخم، وكان فيه من جهة واحدة أخرى قيادة الأركان والسلطة الفعلية في الجزائر التي كانت بموجب المادة 102 التي دعا لها أحمد قايد صالح رحمه الله، دعا إلى تطبيقها. كيف تقرأ تلك التعاملات الثنائية أستاذ؟ واليوم نحن نرى طبعا هناك من يقول أنه تم الالتفاف على مطالب الحراك وتم تحوير مطالبه من جهة، وتم اللعب بمطالبه من جهة، ومن جهة أخرى كاين شكون يقول لك أستاذ سعد أبو عقبة اليوم باللي لا، الحراك نتاع فيفري ماهوش نتاع ديسمبر وتم اختراقه وما إلى ذلك من التعاليق. والله شوف، المؤسسة العسكرية ما زالت تتوج سخيفة من التغيير. نعم. يعني لو كانت تكون حكيمة وتسمع القضية، أن مصالحها مربوطة بمصالح الشعب. ما تصورش قوة للجيش الوطني الشعبي بدون قوة لحكم يستند إلى شرعية شعبية. بمعنى آخر، أن حكم يستند إلى شرعية شعبية هو قوة إلغاء له. يعني في النهاية مسألة الديمقراطية وكذا هي ضرورة حياتية للأمم في تحسين التسيير وفي السيطرة على الفساد وفي الحكمة في التسيير والرشادة الاقتصادية، وهي أمور مطلوبة الآن. لم تعد ترف، هذه أصبحت ضرورات، ضرورة من ضرورات الحكم.
والمؤسسة العسكرية كان عليها أن تفهم اللي لما تستجيب لمطالب هذا الشعب بهذا الشكل وتمكنه من الشفافية والديمقراطية والعدالة وحكم الشعب، هي راه تضع أسس حكم قوي في البلاد يدعم قوة الجيش ولا يلغيها. طيب أستاذ، ولكن اليوم هذه الثنائية هذه، من يقول أن هناك انتصار للحراك الشعبي، ولكن يبدو أن هذا الانتصار لابد أن يكون تدريجيا، وهناك أيضا من يتحدث على أن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها في سنة أو في يوم، وإنما لابد من يعني وقت حتى تتحقق هذه المطالب. كلامك صحيح، لا بد من التدريج في المطالب، ولكن لا بد أن تكون تسبق هذا التدريج النية. لما الشعب ما يحسش باللي فيه النية في 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 تحقيق مطالبه، ما يقدرش بالتدرج، يقول لك هذا كلها ضربة واحدة. لأن لاحظوا باللي عملية التسويف والتحايل في الانتخابات والتحايل في تقسيم الحراك وفي الهجوم على الحراك وفي سجن بعض رموزه ومحاولة الانتباه عليه، هي أشياء في النهاية تمس بثقة الشعب بهذه السلطة أنها فعلا رايحة لتلبية مطالبه، ولما تهتز الثقة يقع ما يقع. كان على السلطة أنها دير خريطة الطريق وتثبت للناس بما لا يدع مجال للشك اللي عندها نية بالذهاب حقيقة إلى تلبية مطالب الشعب، وهذه المطالب أصبحت ضرورة حياتية بالنسبة للأمة وليست ترف. يعني الديمقراطية أصبحت شكل من الأشكال الحيوية لتشير البلاد وليست ترف من الأطراف. يعني شوفوا اللي كل الأمم اللي دارت قفزة نوعية سواء في ماليزيا ولا في تركيا ولا في رواندا ولا حتى في اثيوبيا، وضعت اسس تاع دوله حديثه، تاع دوله ديمقراطيه، تاع دوله فيها شفافيه ورقابه. يعني اصبح هذا الامر هو ضروره حياتيه، ليس فقط لحياه الامه ولكن لحياه القوة العسكريه المهابه في المنطقه. ولذلك الجيش كان عليه ان يدخل هذا الامر اللي جاء به الشعب في إطار الاستراتيجية تاعه في بناء الدولة الحديثة. طيب. القوية بجيشها والقوية بشعبها. نعم سعد بوعقبة، هل أنت تقول كان عليه، ربما يقدر المشاهد يفهم بأنه الفرصة فاتت، ولكن هل هذا ما يقصده سعد بوعقبة، أم أن الفرصة ما تزال قائمة، وأن يعني الأمل في لقاء وفي نقطة تقاطع بين هذه المطالب الشعبية والسلطة الفعلية ما زال قائما؟ بطبيعة الحال هم الآن يعتقدوا باللي راهو فوت علينا الفرصة، هم يشوفوا ولكنهم ما ينجموش يلغيوا هذه القضية، لأن هذا التحرك الشعبي وهذه الثورة المباركة الشعبية هذه راهي تندرج في إطار مسار تاريخي مع 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 تطور التاريخ، ولا يمكن الالتفاف عليها. قد يقوم بعض الناس بتعطيلها لسنه او سنتين او ثلاثه او ربعه او حتى عشره، ولكنها لا تلغيها لانها اصبحت مطلب حياتي. نعم. بالنسبه للشعب، ولا يمكن ان تقف ضد اراده الشعب، ولازم يعرفوا ايضا الاخوان سواء اللي في الحكم ولا هذو اللي يقودوا في الحراك، لازم يعرفوا باللي هذه الثوره هي مرأت مع التاريخ وهي ميلاد الأمة الجزائرية الحديثة، لا يمكن الالتفاف عليها الآن. راها شيء اللي ما ممكن ما نصورش أهميته بالنسبة لمستقبل الجزائر إلا بعد سنوات، بعد 10 ولا 20 سنة نعرف قيمة ما تحدث اليوم. طيب أستاذ سعد بوعقبة، في هذه المسألة بالضبط ابقى معنا حتى نسمع تدخل الأستاذ فرحات أي تعلي الخبير الاقتصادي اللي معنا من الجزائر. أستاذ فرحات أي تعلي، مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا، عامك سعيد لك ولكل الأهل. عامكم سعيد، مساء الخير. الله يبارك فيك. أستاذ فرحات أي تعلي، كان الأستاذ سعد بوعقبة معنا وكان يتكلم بخصوص هذه الهبة الشعبية في 22 فيفري، واللي يقول باللي راهي محرك تنموي كبير حصل في الجزائر، بالإضافة إلى أنه ربما لو
كان هناك يقول باللي لو كان هناك استماع لها وكان هناك مسايرة لمطالبها من السلطة الفعلية في الجزائر لكانت راح تكون قفزة نوعية في جميع المجالات ثقافية تربوية اقتصادية وسياسية. سي فرحات عيط عليك خبير اقتصادي، الآن مع هذا الانتخابات تاع 12-12 ومع التجديد على اللي حصل هذا واللي مازالت من جهة الثورة الشعبية راهي قائمة، ما هي أهم التحديات السياسية التي تواجه الوضع الجزائري الراهن داخليا وإقليميا، وكيف تضع السلطة ربما بين قوسين حسب مقترحاتك برنامج لتجاوز هذه التحديات أو على الأقل التعايش معها؟ والله يعني نبدأ بالتحديات الاقتصادية، يعني فيما في التحديات الاقتصادية في تحديات داخلية هي منتوج يعني فترة معينة من لا تسيير أو فترة من تسيير عشوائي وارتجالي وحتى تسيير يعني مسيس للمنظومة الاقتصادية. هذه الإرهاصات جاء وراها يعني الهبة الشعبية اللي رفضت يعني المنظومة السابقة في تصرفاتها وحتى في بعض الرموز نتاعها بما فيها يعني أعلى رموزها، ولكن اليوم التحديات تبقى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ببعثه نحو الشفافية. أولا يلزم إعادة بعث الثقة، لأنه ما فيش اقتصاد بدون ثقة بين الحاكم والمحكوم، ما فيش اقتصاد ما بين يعني تفاهم الأوضاع وتفاهم الحلول المقترحة من طرف المحكومين، لأنه لما يكون يعني المحكومة والمسير لا يفهم يعني مغزى الحلول لا ينخرط يعني في المسعى. أستاذ فرحات أنت تتكلم على الثقة. الثقة بعد الثقة هو الشفافية هي أول عنصر. هي أول عنصر من عناصر الثقة. طيب هو هي أول عنصر يعني. طيب لما المواطن أستاذ يتعلي، لما المواطن اللي راح في الشارع يشوف مع أنه السلطة هذه لا تمثله هو يقول أنا ما انتخبتش، من أين في رأيك أستاذ أيت علي بغض النظر على التأثير الاقتصادي؟ لا يا أخي، نعم، في الشوارع العالم كامل توجد فئات من الشعوب كامل تقول السلطة لا تمثلني. معقول جدا. نعم، هذيك لا نستطيع ان نرمي بتلك الفئه مهما كانت يعني العاده نتاعها، ولا يزايد احد على الاعداد، يعني اللي يقول لك انا نمثل اغلبيه الشعب، ولا ما نتحاسبوش بالشوارع، نتحاسبوا بالشعب. اي سلطه في العالم تلقاها مرفوضه، الرئيس ترامب في حد ذاته يعني في اعتى يعني ديمقراطيه في العالم في فئة من الشعب الأمريكي رفضته في الشارع. وهل هذا يؤثر في المسار الاقتصادي في المخطط الاقتصادي؟ هذا ما أقصده من السؤال. يعني لما يكون فيه مخطط اقتصادي محكم وشفاف وتسيير الاقتصاد يرمي إلى الشفافية وإعادة النظر في المنظومة القانونية ومنظومة يعني تنظيمية للاقتصاد الجزائري، الشارع في حد ذاته وهذا اللي مازال اليوم يعني لحد الآن هو من حقه يعني يشك في النوايا، الشارع في حد ذاته سينخرط تدريجيا إذا كانت النوايا حسنة، وإذا لم تكن النوايا حسنة اللي راهم في الشارع واللي ما راهمش في الشارع حتى المنخرطين في مسعى السلطة، يعني لأنه فيه جزء كبير من الشعب اللي منخرط في المسعى الحالي يعني السياسي والاقتصادي، هذوك يعاودوا النظرة نتاعهم. أنا قلت هذا في إذاعة محلية أنه ما يسمى بالشرعية وما نزيدوش على بعضنا تقدر يعني تجي حتى مع الوقت بتصرفات الحاكمين، أما إذا كان حاكم يعني عنده شرعية انتخابية وغير ما يعني مطعون فيها حتى في أعتى الديمقراطيات لما تكون تصرفات نتاعو لا تروق للمجتمع ينقلب عليه المجتمع. المعادلة ليست في من يعطي الشرعية ومن ينزع الشرعية، ولكن ولو في هذا المنطق هذا الشارع لا ينزع شرعيات، هذه في كل تواريخ العالم. طيب أستاذ الآن ما ينزع الشرعية فعلا وما يمكن أن يمنحها هو القرب أو البعد من الفساد، هذا ليس منظور سياسي، هذا هو المنظور الاقتصادي المتعارف عليه عالميا. كيف يمكن للجزائر أن تحقق الآن وتتجاوز هذا التحدي الضخم، التحدي الكبير الذي يعتبر بالنسبة للمتابعين وللمحللين أهم تحدي تواجهه السوق الاقتصادية الوطنية؟
احنا كان سبق وقلنا في الماضي على قناتكم وقنوات اخرى أن التصرفات يعني الغير شفافة، التصرفات التي توحي بأن فيه منافع فئات أو منافع أشخاص أو جماعات يعني على حساب منافع الوطن، هي التي تدمر أي قاعدة اقتصادية وبتلقائيا تدمر الثقة وتدمر أي قاعدة سياسية. أما اليوم فمن يعني واجب ومن يعني نقدر نقول ذكاء الحكم الحالي، رئيس الجمهورية الحالي، أنه يبعث يعني منظومة جديدة تبنى على شفافية تامة في كل الميادين، في المعطيات، في القوانين، في النصوص التنظيمية، في التصرفات، حتى في تصرفات المسؤولين في حد ذاتهم بما فيها يعني أبسط التصرفات اليومية. ثم الثقة ستأتي تدريجيا من فئة في المجتمع اللي راهي اليوم راهي واثقة من هذا المسعى إلى الفئات اللي راهي شاكة في هذا المسعى، لأنه المجتمعات تتبع يعني الأمراء نتاعها على حساب النجاحات نتاعهم. حتى في الحروب لما تلقى كما قالوا نابليون بونابارت، قالوا لا ديفاتي طورفورين لا فيكتوار بوكو دو بارين، يعني حتى في الحروب اللي ينتصر المجتمع كل ينخرط بانتصاراته، واللي ينكسر أغلبية المجتمع يعني كما نقولوا تنقلب على انكساراته. اليوم علينا بالانتصار يعني اقتصاديا، وعلينا ثان بالموضوعية. ما يقدرش واحد يوعد الناس أنه يخرج من الجحيم مباشرة إلى الجنة، ولكن علينا بموضوعية نقولوا للناس أنه ما زال أيام يعني صعبة، ولكن ليس فيما يخص المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وليس فيما يخص الشفافية في العمل الاقتصادي في التصرفات الحاكم والمحكوم. طيب، وعلاش ما تكونش البداية أستاذ فرحات أيتعلي، بما أننا نتحدث عن التوزيع العادل للثروة، أننا نتحدث عن العدل، بما أننا نتحدث عن هبة شعبية، هذا ما تبحث عنه في الحقيقة، لماذا لا نبدأ بالحديث عن إلغاء الاقتصاد الموازي؟ لماذا لا نبدأ بالحديث عن قيام حرب حقيقية واقعية؟ ما هي أهم نقاطها على كل حال حتى نسيطر على هذا الاقتصاد الموازي، أو على الأقل نحد من تأثيره؟ والله تكلمنا عن الاقتصاد الموازي هذا مرارا وتكرارا. الاقتصاد الموازي ليس يعني ظاهرة خارجة عن المنظومة التسييرية وخارجة عن المجتمع. لما يوصل الاقتصاد الموازي إلى 50% من التعاملات التجارية، نقدر نقول أنه المجتمع، نصف المجتمع منخرط فيه. يعني نقدر نقول لما نصف المجتمع ينخرط في ظاهرة ما، نقدر نقول أنه النصف الآخر يعني بطريقة أو بأخرى متواطئ. طيب هذا طبيعي أستاذ فرحات أيتعلي. سامحني تفضل، لأنه أنت تقول المجتمع منخرط. أستاذ فرحات أيتعلي، المجتمع لا أنا لا أتهم المجتمع. طبعا أنا أقول وأوضح هذه الفكرة، أنه أنا وأنت نصرفوا ربما، مش أنا وأنت شخصيا، يعني يلجأ الكثير من الجزائريين لتصريف ما عندهم من عملة أجنبية خارج الأطر القانونية، لأنه ما عندهمش. قال القدماء إن الأمم على دين أمرائها. لما مجتمع ينخرط في ظاهرة يكون في أغلب الحالات يعني رغما عنه، لأن المنظومة في حد ذاتها كما نقولوا السيستم دو غوفرنونس سي انفورمال. إيه، المنظومة الحاكمة في حد ذاتها كانت موازية للمنظومة يعني القانونية والدستورية. لما المنظومة تأخذ هذا المسعى، ظاهرة هذه السوق الموازية تظهر يعني وتولي تستفعل في المجتمع. اليوم محاربة يعني الظاهرة ماهوش يعني محاربة بمقاربة أمنية أو قمعية، برش يلزم الواحد يخلق كما نقولوا بموازاة هذا السوق الموازية، يخلق ظروف سوق شفافة اللي تسمح للناس اللي دخلوا يعني عنوة ما همش راغبين يكونوا في السوق الموازية، ولكن الظروف دفعتهم تسمح لهم باش يعودوا يدخلوا في سوق يعني شفافة. لأنه أغلب الجزائريين لو كان يلقاو يعني اقتصاد شفاف ولكن اللي يخدم مصالحهم المشروعة مش غير المشروعة، نقدر نقولوا أنه مجتمعنا 95% ولا ساين خارط في منظومة شفافة.
تبقى لك دائما يعني الانحرافات هذوك والمحارفين اللي مارجيناليتي تلقاهم في اكبر اقتصادات العالم هذوك. طيب. من بعد عندهم نعم. مقاربه قمعيه. هذه استثناءات جهه مقاربه قانونيه او مقاربه بين قوسين قمعيه كما تسمي فيها انت. استاذ كسؤال اخير استاذ فرحات تيتعلي، وين يقدر يساهم الحراك الشعبي او هذه الهبه الكبرى اليوم اللي يشهدها الجزائريين في هذا التوجه الاقتصادي؟ هل هذا الضغط اللي يقول الاستاذ سعد بوعقبه بانه هو الذي ادى الى متابعه جزء من فاسدي النظام السابق وسجنهم هو الذي سيؤدي في النهايه الى الشفافيه في المعاملات الاقتصاديه والمعاملات السياسيه ايضا؟ أنا أولا قلت من الاول يعني انه الحراك الشعبي اللي كنت انخرط فيه انا من اول يوم، الحراك الشعبي هذا ساهم بطريقه كبيره يعني في تحييد بعض التصرفات والهيئات والاشخاص اللي منخرطين في التصرفات، ولكن ساند وسمح في داخل المنظومه الحاكمه لاطراف اللي كانت مناهضه يعني حقيقه يعني بطريقه او باخرى هذه التصرفات وهذه النظره يعني للسياسه والاقتصاد، سمح لها بالضغط الشعبي انها تستقوى على الناس اللي كانت من الاول يعني ما يتراقبها في التصرفات تاعهم، لانه الحراك وحده ما نقدروش نقولوا انه ضغط على الجميع منظومه اللي كانت فاسده جمله وتفصيلا، لانه لو كانت المنظومه فاسده جمله وتفصيلا لما كانت تظهر داخلها يعني اطراف وهيئات اللي تاخذ بزمام الامور وتعطي للضغط الشعبي، تعطي له يعني كما نقولوا دي ميزور كونكريت، يعني تعطي له اجراءات فعاله واجراءات قانونيه واجراءات قضائيه حتى تقنيه فعاله. كان فيه صراع بين يعني كما نقولوا نظرتين لتسيير البلاد داخل المنظومه. الصراع هذاك كي دخلت يعني الامه قاطبه في 22 فبراير ودخل الشعب دائما يميل الكفه لطرف اللي يبغي يتخلص من بعض الظواهر. الطرف هذاك استغل الشعبي باش تخلص من هذا الظواهر. اليوم نقول لك نتكلموا على المستقبل. نعم. الشعبي عليه يكون يعني موضوعي ويكون عنده اقتراحات ومطالب. لما نقول مطالب ما لازمش تكون مطالب يعني كيما نقولوا عشوائيه ولا مطالب سطحيه ولا ما عندهاش يعني بعد فعال. المطالب نتاعها هو كما قلت انت بعد الشفافيه في الاقتصاد، بعد الشفافيه في العداله، بعد الشفافيه في تسيير امور الدوله. نعم. وبعد العقلانيه في تسيير امور الدوله، هذه تقدر تتهيكل كمطالب يعني فعاله، يعني مطالب موضوعيه وحقيقيه. ما نقدروش يعني نقعدوا بالشعارات نتاع المعاداه البعض للبعض وشعارات يعني الاحتقان، هذوك يخليوا المكان درك لشعارات يعني واجراءات. نعم. مطالبه باجراءات فعاله ويعني موضوعيه يعني قابله. استاذ فرحات تيتعلي، في ملخص هذه المداخله استاذ فرحات تيتعلي، هل السوداويه التي يتحدث بها بعض المتابعين وبعض المحللين بخصوص الاقتصاد الجزائري ومستقبله حقيقه ام فيها جزء من الحقيقه وفيها جزء من المبالغه ايضا؟ إذا تكلمنا عن الاقتصاد الجزائري في حالته يعني الحالية وإرهاصات الماضي يعني كي نديرو يعني إجماليا واش تصرا في العشر سنين اللي فاتوا بما فيه يعني في التسع شهور هذو، أي محلل يقول لك أنه الحالة خطيرة ماهوش يكذب يعني هو يعني سيتي أناليز أوبجيكتيف، ولكن إذا كملنا المشوار بنفس الطريقة حقيقة يعني المستقبل ماهوش يكون يعني مزدهر ولا حتى زاهر. اما اذا تكلمنا كما مقبل في تغيير يعني كل المنظومه نعم بطريقه يعني مخطط لها بلانيفي وبافيك دي ديلي يعني بالتايمينغ نتاعها، نقدر نقولوا انها ليست بالخطوره اللي في عليها بعض البلدان. يعني لي زانديكاتور مونيتير اكتويال ولا فينونسيير ماهمش تري دونجورو، ولكن يدوا للكارثه لو كان يبقاو في نفس السياق. اما اذا غيرنا الوجهه فسيكون الحل ان شاء الله يعني في اجل معقوله. الله يبارك فيك استاذ فرحات تيتعلي، شكرا جزيلا على تلبيه دعوتنا، عامك سعيد والى اللقاء. يلتحق بنا الاستاذ مصطفى عطوي رئيس جمعيه مكافحه الفساد دائما في ذات السياق. استاذ مصطفى عطوي مرحبا بك، عامك سعيد، شكرا على تلبيه دعوتنا.
شكرا على الدعوة وعام سعيد لك وللسادة المشاهدين وكل الأمة الإسلامية قاطبة. الله يبارك فيك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، كنا نتحدث بشأن ثورة سلمية شعبية وعامها عام 2019 الذي هو عام الشعب الجزائري بامتياز. كيف قرأ مصطفى عطوي هذه الهبة وكيف قرأ لمستها الأخيرة يوم أمس في الجمعة في الثلاثاء 45 وحتى في الجمعة 45 يعني اللي قبل الثلاث هذا، ولكن البارح أذكرها لأنها كانت آخر لمسة في سنة 2019 للوحة الجميلة اللي رايح تكتمل في 2020؟ أولا صدقني أخي، لا أحد كان ينتظر في الهبة الشعبية هذه والحركة هذه. هذه مسألة كنا أزمة سياسية، ولكن ما كانش الإنسان الأكثر تفاؤلا ما كانش يعني ينتظر باش الشعب الجزائري يهب هكذا. لكن وصل كما يقولوا بالعامية الموت للعظم، والعهد الخامسة هي التي يعني هذاك إهانة الشعب والاستخفاف به هو اللي خلى الشعب يعني يدير هذه الهبه، واصبحت الحركه الشعبية كل العالم ينظر ليه، خاصه سلميه الحركه الشعبية، خاصه اصبح العالم كامل ينظر ليه يعني بواحد يعني الاعتبار، ويصبح كل العالم حتى لي جيلي جون في فرنسا يكتبوا على الحائط ان الجزائريين اصبحوا قدوه لنا، وبالتالي حتى قيمه الجزائري في الخارج ارتفعت. ما اصبحش الناس تذكر في بيركونا فاسو عند عام قبل هذا كان رفعوا شعارات يقول لك منا جزائريين. نعم. لما شافوا يعني السيد الرئيس المخلوع كيف كان مريض في هذيك الحاله، وهو يريد العهد الرابعه ثم رفضوا شعارات وقالوا منا جزائريين، وبالتالي الحركه هذه رجع القيمه تاع الجزائري. هذه اولا رجع الامل للناس انه ممكن عندنا فرصه باش نخرج نعم. الجزائر من النفق. ولكن في نفس الوقت لازم الانسان يكون براغماتي، اذا كان الحراك ما نجحش سوف نرجع سنين الى الوراء ويكون القمع، لان حتى الازمه كنت تتكلم عن الازمه الاقتصاديه في اي بلد، اذا كان الازمه السياسيه ما تحلش الازمه الاقتصاديه ما تحلش. طيب رايحين نتكلموا في هذا الموضوع استاذ مصطفى عطوي، ولكن الان خليني نضع انا والمشاهدين اللي كانوا يتبعوا فيك سطر تحت اذا كان الحراك، لا قلت اذا كان الحراك ما نجحش. في الحقيقه اللي يشوفوا واللي يتابعوا يقولوا مستحيل الحراك ما نجحش ومستحيل ما ينجحش، لانه على الاقل الان الحراك دار اهم وافضل واجمل خطوه في تاريخ الشعب الجزائري، اللي هو انه فصل تاريخ الجزائر بين ما قبل 22 وما بعد 22. يعني اللي يقولوا الجزائر لن تكون ابدا مثل ما كانت، واللي اعطيت انت عليها نظره سواء بوركينا فاسو ولا في العالم كل، اليوم هذا الضغط اللي راه الحراك وراه متواصل، هل سيكون له تاثير على التوجه السياسي، على توجه الشفافيه، وعلى التوجه الاقتصادي في مكافحه الفساد؟ شوف، اذا كان ما نجحش الحراك تكون مده عام عامين ثلاثه ومن بعد تعود كما نقول لك حليمه لعادتها القديمه. احنا الحراك الناس الشعب الجزائري علاش متواصل الحراك لحد اليوم منذ اكثر من 10 اشهر؟ لانه الحراكيين هذو اللي مازالوا متمسكين بالحراك، والناس اللي مازالت تخرج لم تخرج من اجل تغيير شخص بشخص، رئيس برئيس. الناس اللي مازالوا في الميدان خرجوا من اجل تغيير منظومه الحكم الفاسده. لانه إذا كان غيرنا رئيس برئيس ما غيرنا والو، يبقى نفس الشيء. قلت إذا كان استمر الحراك واستمر الضغط حتى وإذا كان فيه تفاوض، فالناس تفاوض من باب القوة. نعم. وإذا كان بقى الحراك، الرئيس الآن رئيس تبون ما يتمتعش بالشرعية ويبقى عنده هذاك الإحساس أنه ناقص الشرعية، وبالتالي تكون عنده شيء ناقص ماهوش كامل، وبالتالي ما يقدرش يروح الى ابعد من يعني كما كان في زمن رئيس المخلوع. وعلى هذا يجب استمرار الحراك
الحراك هو يعني الخلاص على الجزائر. إذا كان لا قدر الله حبس الحراك خلاص نرجع إلى القمع وإلى الأخر، لأنه حتى الأحزاب السياسية تروح لها كامل المصداقية الأخر يقول لك حول، حتى الجزائري يولي يكفر بالسياسة ويكفر بالجمعيات، يقول لك إذا كان عامة الشعب الجزائري ملايين خرجوا ما غيروش النظام كيف حنغير، وبالتالي يدخل يأس على هذه. يقول لك أنا خلاص الجزائر هو استمرار الحراك، واستمرار الحراك لاستمرار الضغط على المنظومة ككل، لأنه المشكل ماشي في تغيير الشخص بشخص، المشكل باش الجزائر تخرج من النفق هو تغيير السادس لمنظومة الحكم الفاسدة. الناس راه تحوس على دولة القانون، دولة المساواة، دولة العدل، لأنه الإنسان ماشي على دولة إصلاحات من أجل الخبز والله تحسين. نعم. المعيشة زيد اليوم سنتيم من هنا وسنتيم من هنا. لذا الأساس وأساسه الحمد لله أنه درجة الوعي فيه درجة مرتفعة، والناس أصبحت تؤمن وعندها مطلب رئيسي هو تغيير السلم. طيب. لمنظومة الحكم الفاسدة. أستاذ مصطفى عطوية، رهنا في بداية سنة جديدة جعلها الله سنة خير إن شاء الله. على كل الجزائريين طبعا ورحمة وبركة. في هذه المحطات زمنية، هي محطات زمنية على كل حال، ولكن يقدر يلحقها الإنسان ببعض المحطات الثقافية والمحطات الاجتماعية حتى يستطيع أن يجعلها فاصل للمحاسبة وللوقوف عندها. اليوم كيف يقيم الأستاذ مصطفى عطوي حتى لهذه اللحظة هذه الثورة، وكيف يرى مستقبلها وتأثيرها على مثلا ملف مكافحة الفساد اللي انت مختص فيه؟ شوف، انا اولا الحراك هذا كي قلت لك اذا كان ما يجعل الله قدر الله، ولكن الحراك عنده نتائج ايجابية كثيرة، نتائج ملموسة في الميدان. او اولا هذيك التفرقة ما بين اطياف الشعب الجزائري، هذا قبيلي هذا شاوي وكلش، وهذا كان يلعب عليه سياسة فرق تسد اللي كان يلعب عليها النظام والرئيس المخلوع ومنظومة الحكم الفاسدة كامل. هذا نقصت بزاف يا أخي، احنا نشوفه اليوم هذه الجهوية نقصت، هذه أولا. ثانيا حاجز الخوف، كسر الشعب الجزائري، كسر حاجز الخوف وصبحنا نتظاهر من ظهر في الأخر. الشعب الجزائري فيه تماسك ما بين يعني فئات الشعب، وكذلك مهما يكون كذلك يعني المسؤول اللي كان التفكير المسؤول اللي كان قبل 22 فبراير الآن مختلف تماما. الناس المسؤول عندي خاف وما صبحش الفساد ظاهر للعيان، مازال موجود الفساد لأنه المنظومة ما زالت، ولكن ما صبحش بتلك هذاك الظاهر. وكان ظاهر العيان، كان كما قلت أنا في أحد المرات نقولوا الفساد كان يمشي معنا في الشوارع. اليوم الحمد لله نقص شوية، ولكن هذا لا يعني يا أخي ما يكفيش. لأنه علاش؟ لأنه كل شيء مرتبط بالسياسي بمنظومة الحكم. إذا كان ابقى هذا النظام فيبقى الفساد كامل، لأنه اليوم احنا اليوم في القهوة فقط في المقاهي اليوم سمعت أنه الناس يتكلموا على ابناء تبون والوزير الأول المعين، إذا كان حقيقة هم شركاء. فهذا تعطينا نفس نمط التسيير اللي كان في عهد الرئيس المخلوع، هو نفس التسيير، نمط التسيير الان. واذا كان نفس ما نقدروش تكون عندنا يعني نتائج ايجابيه اذا كان عندنا نفس نمط التسيير الرئيس المخلوع والان. وبالتالي لا اظن انه المنظومه الحاليه والرئيس تبون والمنظومه الحاليه اللي ما تغيرتش، غيرنا بعض يعني الاشخاص فقط، وحتى مكافحه الفساد، وحتى بالامس يعني محاكمه السيد ربراب اللي هو حقيقه عنده يعني فيه نهب الاموال بطريقه او باخرى، ولكن اي انسان لازم يكون عنده حقوق المتقاضي مضمونه، وبالتالي وجوده كان موجوده في السجن مع الاحتياطي ما اظن استثناء اصبح يعني هي المطبقه الان. وهذه اذا كان حقيقه هو مفسد فبالتالي كيف يمكن ادانته بست اشهر وفي فارم يعني وعام
يعني غير نافذ، وبالتالي تعطي الانطباع ان حتى المحاكمات هذه تعطي الانطباع اننا ماهيش محاكمات تدخل في اطار يعني سياسه مكافحه الفساد، هي محاكمات يعني انتقائيه يريدون وكذلك لترهيب الشعب وتوقيف يعني ثاني التمويل، لانه السيد الرابع كان يقال انه كان يمول، وبالتالي ما اصبحناش محاكمات لمكافحه الفساد، اصبحت محاكمات انتقائيه. نعم. يراد الغرض منه ترهيب الشعب وتوقيف او تشتيت الحراك، وعلى هذا لازم نكون الحمد لله درجه الوعي عاليه جدا. اليوم الحراك وبالامس فقط كان ما شاء الله، انا ما كنتش حاضر ولكن كلموني كان ما شاء الله، يوم الجمعه كذلك ان شاء الله تكون بقوه، لازم يستمر الحراك لاستمرار الضغط على الحكام تاعنا حتى لربما يتقوا الله في هذا الوطن ويقبلوا فتح الحوار، هي تفاوض من اجل يعني بناء جزائر جديد، جمهورية ثانية نحن نسموها كما كما شئنا، ولكن جمهورية العدالة وين سودها؟ دولة الحق والقانون. والقانون، وهذا ما ينسبوا ليه كل الشعب الجزائري يا أخي. شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى عطوي رئيس جمعية مكافحة الفساد، كنت معنا من الجزائر، عامك سعيد. أستاذ محمد العربي مسلتي نفس السؤال ولكن يتعلق بوقفة تقييمية على مستوى السياسي وعلى مستوى الإعلامي في هذه بداية هذا العام، حراك جزائري أبهر العالم، اليوم من جهة واحدة أخرى سلطة فعلية، انتخابات، رئيس جديد، ولكن هل هذه المحطات التي أقيمت خارج اهتمامات هذا الحراك رايح يعطيها أهمية ولا رايح يواصل؟ نعم، شوف سيدي كريم، اليوم على النظام التعلم من التجارب السابقة للأنظمة الأخرى عبر العالم. هذه الأنظمة التي بحثت عن الشرعية واستمدتها من الخارج، استمدتها من التحالفات السياسية والعسكرية التي استقوت بها على شعوبها، جعلها عرضة للابتزاز وعرضة للمطامع الخارجية. اليوم الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب، فإن أرادوا أن يكون هذا النظام الجديد إن أراد أن يكون بتلك القوة وبتلك الصلابة عليه أخذ شرعيته من الشارع، أخذها من الشعب، وعليه كذلك وعلينا جميعا الاستفادة من هذه النهضة الشبابية وعدم التفريط فيها، لأن هذه الاستفاقة قد تكون يعني محركة للنهوض بالاقتصاد وبالثقافة. رجوعا إلى سؤالك يعني بالتفصيل، اليوم ما يجب علينا أن نفكر فيه هو كيفية التقدم إلى الأمام، عوض يعني أن نقعد في بلاصتنا ونميت في بلاصتنا. اليوم تغيرت رؤوس السلطة السياسية والسلطة العسكرية بذهاب بوتفليقة، اليوم تكون على رأس السلطة السياسية، شرعي أو غير شرعي الشعب الجزائري حكم في ذلك وقراره يعني نافذ. تغيرت السلطة العسكرية واليوم شنقريحة هو على رأسها، فهل هذا الشيء كفيل بتغيير النظام؟ يعني هذا الأمر الأيام القادمة كفيلة بتوضيح ذلك. أما ما هو مؤكد فإن في الجزائر 2020 اليوم حراك، وفيه معارضة حقيقية قادرة اليوم على قلب موازين القوى خاصة في الشارع. ما على السلطة فعله اليوم يعني إن أرادت الخير للجزائر وأرادت يعني أن تخرج من هذه الأزمة عليها القيام بإجراءات تهدئة، الإجراءات التي يعني يتفق عليها جميع الجزائريين من إطلاق سراح المعتقلين إلى رفع المضايقات عن الناشطين السياسيين إلى فتح المجال الإعلامي والسياسي إلى فك الحصار عن العاصمة، لأن هذه الأمور كذلك لا يجب أن تكون هناك مغالطة، لأن هذه الأمور التي تكلمت عليها هي نقاط إجراءات تهدئة وليست شروط للتفاوض أو للحوار. اليوم الشعب الجزائري لا يتكلم لا عن تفاوض ولا عن حوار. ضف إلى ذلك أن هناك نقطة مفصلية قد يعني تكون هي الفاصل في هذه الأيام القادمة، وهي تشكيل الحكومة. على الدولة اليوم، على النظام اليوم أن يذهب إلى حكومة قد تهدئ الأوضاع، يعني حكومة تكون نظيفة ليست بالضرورة ممن شاركوا في الحراك، بل تكون حكومة كفاءات وخبرات قادرة على أن تخرج بالجزائر من إلى بر الأمان. شرط أن لا تكون هذا يعني أن يكون أعضاء هذه الحكومة ممن شاركوا في نظام المخلوع بوتفليقة أو ممن شاركوا في الفساد من قريب أو بعيد. اليوم ما يريده حقيقة الشعب الجزائري من الصعب جدا أن يعني يتحقق في سنة أو في سنتين.
هذا شيء يعني هو نظرا لما حدث من فساد، من حدث من استبداد، من حدث من مس، من ما حدث الى تدمير وتدمير ساحق لكل شيء في الدوله الجزائريه، من اقتصاد، من تعليم، الى سياسه، يعني الى ما كان من شانه النهوض بالجزائر وبشعبها. رغم هذا الشيء فاليوم الرئيس التبون امام فرصه تاريخيه. كيف؟ لانه اليوم امام فرصه تاريخيه لحل هذه الازمه، وخصوصا الانتهاء من مشكله عويصه وهي مشكله الشرعيه في الجزائر، وهي مشكله مطروحه منذ 62 الى يومنا هذا. يعني انا رغم اني انا شخصيا لا اتخيل ان الرئيس الحالي سوف يقدم يعني حلول ابداعيه وحلول يعني يمكن ان تروق لجميع الجزائريين او من شانها ان تحل الازمه، ولكن على الاقل عليه ألا يقوم بإجراءات قد تصدم الشارع أو يعني ترضي طرف على طرف في ظل ما يحدث اليوم في الشارع من محاولات إلى تقسيمه، من محاولات إلى زرع يعني الجهوية وزرع حتى يعني التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. ما يريده الشعب الجزائري اليوم كما قلت مقبل هي حكومة يعني أو دولة أو نظام يكون أساسه العدل، أساسه القانون. يعني هذه أمور والله كما قلت لك مقبل أستاذنا هي أمور مشروعة يعني لا غبار عليها. طيب ابقى معنا الأستاذ محمد العربي مسلتي، وقفة أيضا تقييمية مع الأستاذ سعد أبو عقبة. سعد أبو عقبة، اليوم بعد هذه الأشهر العشرة وفي هذه المحطة الزمنية اللي هي بداية عام جديد، نقف لتقييم جملة الأوراق التي ما تزال بيد الحراك للعبها أمام مطالبه المشروعة والتي يتفق الجميع على أنها مشروعة، حتى اللي في الحكم الآن بسلطة فعلية وسلطة في واجهة مدنية يقولوا بلي المطالب راهي مشروعة، وعمرهم ما قالوا بلي المطالب نتاعو غير مشروعة أو مطالب جايبها من المريخ ولا. ولكن أستاذ سعد أبو عقبة، حبيت في هذه المسألة كاين واحد اللمسة، حبوا يقولوا بلي رانا في لمسة إصلاحية، وانت رايح نتكلم معاك في اختصاصك اللي هو قطاع الإعلام، هذا اللمسة نتاع منع تداول الأخبار والحصري والعاجل إلا من وكالة الأنباء الجزائرية في بيان لرئاسة الجمهورية، ثم عينوا وزير مستشار للإعلام في رئاسة الجمهورية. بغض النظر على شخص هذا الوزير، كيف يرى الأستاذ سعد أبو عقبة هذه العملية؟ وثم هل العملية هذه بعد ما جرت بالشكل هذا كانش ما بقى حديث على حاجة اسمها سلطة الضبط؟ مش هذا الإجراء هذا قتل ما يسمى بسلطة الضبط؟ هو سلطة الضبط ميتة من زمان. نعم، ولكن على الأقل كانت تتنفس شوية. هو الواضح ان الركبة من مائلة من ثمارات، يعني لما الرئيس الجديد اللي المفروض منه انه يحرر المجال السياسي والمجال الإعلامي اللي هو السبورت تاع المجال السياسي، يبدأ بمثل هذه القرارات اللي ما يديرهاش حتى مبتدي في الإعلام. يعني هذه الحماية الجمركية للأخبار ما تقاش حتى في الدول الأكثر ستالينية في وقت ستالين وكذا. يعني مش معقولة أن واحد حب ينفتح على الرأي العام وينفتح على حراك بحجم ثورة يدير إجراءات كما هذه. باين باللي راهو يضرب في الخاطر أو رايح في طريق غير الطريق السوي. هذا على مستوى الإعلام. على مستويات أخرى يا أخي، لما تلاحظ أن الحكومة يقعدوا فيها 20 يوم وهما يعجنوا ما نجموش يخرجوها، هذا يبين لك إذا كان عنده صعوبات في تشكيل الحكومة، فكيف راح يكون عنده، كيف راح تكون سهولة في تشكيل الحكومة ومعالجة الملفات؟ يعني واضحة باللي الأمور صعبة من البداية، ويظهر أن الناس اللي يحترموا انفسهم ما يقبلوش يخدموا مع النظام هذا، لانه جاء بطريقه غير شرعيه، لان المفروض النظام يجي بطريقه غير شرعيه باش يتحولوا الشعب. يعني اللي يحترموا انفسهم ما يقبلوش يخدموا مع النظام هذا اللي غير شرعي، والانتهازيين الذباب الانتهازيين داروا به غير المستهلكين، يعني وبالتالي يلقى صعوبات في تشكيل الحكومه.
هذا هو مرد الأمر، لأن ربما ستكون حكومة أسوأ من الحكومة اللي دارها اللي دارتها السلطة غير الشرعية الراحلة، وبالتالي فهي عملية تضييع الوقت وليس حل المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد. ولكن أستاذ سعد معقبة، في هذا السياق بالضبط نحن نتحدث عن إصلاح منظومات مختلفة. كنا تكلمنا مع الأستاذ فرحات تيتعلي والأستاذ مصطفى عطوي على منظومة اقتصادية، تكلمنا معكم مع الأستاذ محمد العربي على منظومة إعلامية. يعني أين موقع الحراك في كل هذه المطالب؟ وهل ألا تعتبر هذه مثل ما يروج البعض أنها لمسات إصلاحية في سبيل تلبية مطالب الحراك اللي هي في الحقيقة تلبى تدريجيا؟ شوف، هو الرئيس تبون قال قلنا في أداء اليمين الدستور، قال أنا الحراك نعمة. إذا الحراك نعمة ومطالبه نعمة، ما يحتاج حوار وما يحتاج إلى، يحتاج مباشرة أخذ ما يطالب به الحراك وينفذه، وبالتالي واللي هو زعيم الحراك هذا هو المفروض اللي يكون، وتنتهي الفواصل بين السلطة الجديدة وبين الحراك، ويصبح تصبح السلطة امتداد الحراك، وبالتالي تنتهي الحكاية تاع الحوار. سيدي المطالب تاعكم ما دام مطالب وطنيه ومطالب هي مخ الهضره في الجزائر الحديثه، انا اطبقها ولا يحتاج الى حوار ولا كذا. وزيد معروف المطالب ماهيش مطالب تعجيزيه، ولا قال انتخابات حقيقيه تكون فيها سلطه الشعب واضحه، يديروا مؤسسات دستورية حقيقية ودستور حق، لأن لما يقول أنا رايح نعدل الدستور ما يقولش نغير الدستور، يقول نعدل الدستور، معناها ما خرجناش من المنطق تاع بوتفليقة، ما خرجناش من المنطق تاع غروال، ما خرجناش من المنطق تاع شاذلي. تعديل الدستور وليس تغيير، والمطلوب في الشارع الآن هو تغيير الدستور وليس تعديل الدستور. والطرح المطروح باللي أنا فتح المجال تاع تغيير الدستور ممكن يطرح علينا مشاكل تاع الهوية ومشاكل تاع اللغة ومشاكل، يفتح علينا أبواب جهنم، هذه حق أريد به باطل. الآن المنطقة تاع القبائل اللي مشهورة بأنها هي ترفع الحكاية تاع الهوية الآن أصبحت غير مطروحة عندها، ممكن تتخلى حتى على المطالب تاع اللغه وتاع اسمه من اجل ديمقراطيه حقيقيه. يعني المطروح الان هو سياده سلطه الشعب بطرق ديمقراطيه في تسيير البلاد. هذا نعم، اللغه ومسائل الهويه اصبحت ثانويه حتى في مطالب منطقه القبائل، لانه المسائل الهويه هي مطلب وطني استاذ، وبالضروره هو ضمن هذا المطالب. يعني اللي قلت انت عليها اصبحت اولويه، وهي فعلا اولويه تتعلق بالحكم الشفاف وبالجزائر الجديده الديمقراطيه. قراءه سريعه استاذ سعد معقبه في مستقبل الحراك. كان استاذ مصطفى عطوي يتكلم ويقول انه جزائر ما قبل 22 مستحيل تكون جزائر ما بعد 22 او العكس. طبعا مستحيل، يخطئ من يعتقد بان الجزائر سترجع الى ما قبل 22، وبالتالي هذه المؤسسات اللي نصبوها الان ويحاولوا يحتويوا بها الحراك سواء عن طريق التشويش داخله بتقسيمه او بطرق اخرى فهي يعني يلتفوا حوله، هما راهم يلعبوا في الوقت الضائع. الان اصبحت قطيعه حقيقيه، حتى لو كان ينتصروا مرحليا في تزوير الواقع ولي ذراع الشعب مرحليا ما ينجموش يلغيوها. الشعب الان اصبح ناضجا وواعي بانه لا يمكن ان يتنازل عن حقه في تعيين مسؤوليه وفي مراقبه تسييرهم وفي عزلهم اذا اقتضى الامر. اصبحت هذه قناعه لا يمكن يتاخر عليها، واذا يمكن ياجلوها بالتسويف ولكن ما يلغيوهاش. والان انا نقول لك اللي انا قبل عامين في القناه تاعكم هذه قلت باللي
الواجهة السياسية تاع بوتفليقة أصبحت غير صالحة لأن تكون فيزيبل. لو كانت شي كرة شعبية قوية سيجد الجيش نفسه وجها لوجه الشعب. هاو الآن الجيش وجها لوجه مع الشعب. والآن أقول لك المطالب تاع الشعب الآن في عبر الحراك هي مطالب معقولة، والمفروض الجيش يتبناها ويتجاوز الانسداد الموجود وينفذ واش يطالب به الشعب. ولو كان ما ينفذهاش في ظرف 6 أشهر ولا عام يأتي عليه حين من الطهر، تصبح هذه المطالب اللي الآن مطالب يراها غير معقولة تصبح يحاول يديرها وما يقبلها له الشعب، يولي تولي مطالب أخرى تصعيدية. نعم. وتكون المؤسسة العسكرية وجها لوجه مع الشعب، وبطبيعة الحال لا يمكن أن تنتصر المؤسسة العسكرية على الشعب. شكرا جزيلا أستاذ سعد بوعقبة، شكرا لضيوفنا الأكارم، عامكم سعيد ملؤه الخير والبركة لكل الجزائريين ولكل متابعينا ولكل الأمة الإسلامية. أشكر لكم مشاهدينا متابعتنا حصة هذا الصباح في بداية هذا العام الخاصة بي في هذه التغطية الخاصة من المغاربية انتهت، ولكن تغطيتنا متواصلة، ابقوا معنا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر وغوش يعتمد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا محاضرة، الإشارة والباطل ما عليه نور، الباطل ما عليه نور. يا العاملين فينا زكارة لا حليد ومية ذكارة.